ونقص في التصريحات الجمركية، خاصة بعد تعليق عملية البيع بالمزاد العالمي. هذا القطاع قطاع حساس يلعب دور هام في المجال الاقتصادي، فهو جهاز يعول عليه في مجال الحماية وفي مجال الجباية بصفة عامة، وبالتالي نحاول أن نرسي بعض السياسات الخاصة خاصة في مجال تكوين الأهداف التي سطرت من طرف المديرية العامة إلى كل المديريات الجهوية وخاصة مديريات الجنوب، على أن تكون هناك سياسة دفع جديدة سوف ترقى بإذن الله المديرية العامة للجمارك عبر التراب الوطني إلى مصاف الجمارك العالمي.